عسلامة يا نسكول، أهلا بيك إيمان. نهاية مرحبا. دونك نستنى شوية بتاتر. تسمع فيها بالكدا، دونك جوست نعملو تيست صغير. سي بون، اهلا بيك احلام، مرحبا. دونك تسمعوا فيها 5 على 5. الو، اذا كان نبدا واحلام تنجم تقول لي مرحبا. مرحبا، اهلا بيك منال. دونك يسر مرحبا، خلود اهلا بيك. دونك مرحبا بكم الناس الكل. كيما تفهمنا اليوم، كيما تفهمنا مع بعضنا اليوم، دونك مرحبا بكم في اللايف هذايا مع لانيتي. دونك فرصة طيبة لي اليوم باش نتلاقى معاكم، وانا فرحان برشا موجودين مع بعضنا. بارادوكسالمون بين ظفرين غراس على كورونا، معناها غراس على كوفيد 19 احنا متواجدين اليوم بعضنا. يظهر لي هذه يلزمنا ردوها بادرة، معناها كبيرة وبادرة باهية، انه ونحبوها تتواصل حتى بعد الكوفيد. احنا باش نشوفوا بعضنا اليوم كيفاش هالكوفيد 19 مش يكون فرصة ثمينة باش نغيروا برشا حوايج، ونغيروها بطريقة إبداعية ابتكارية فيها برشا ابتكار وبرشا كرياتيفيتي. باش نحكيو بالطبيعة على كيفاش نعاودوا صياغة المشروع المهني متاعنا. دونك فرصة كبيرة جاتنا من ذهب بالحق، ما نخبيش عليكم، هي فرصة من ذهب، لأنه اليوم الناس كل نجمو نقولوا الناس كلها باستثناء 1.5 مليون قاعدين يخدموا، أما نقولوا احنا نسبة كبيرة من العباد ما تخدمش. كواكو ما تخدمش، انا نجم نقول لك توا فرصتنا باش نخدموا اكثر من قبل، حتى ولو كنا كونفيني في الدار. دونك ان شاء الله لي لايف هذوما يتكرروا. احنا لي لايف هذه انا شفت انه بالحق ولات ماهيش موضه، ولكن هي معناها حكايه باهيه تجمعنا مع بعضنا ونتقاسموا فيها التجارب الناجحه والنصايح. باش نحكيو اليوم دونك على كيفاش نستعملوا الابداع المنتج او المثمر في إعادة صياغة المشاريع المهنية متاعنا، والكلنا معنيين بالأمر هذا. أساتذة، تلامذة، معناها عاطلين على العمل، احنا اليوم الكلنا عاطلين على العمل كما قاعدين تشوفوا، مهندسين، طب، ناس كل معنيين بأنه نفكروا في إعادة صياغة المشاريع المهنية متاعنا. باش نحكيو برشا على دونك كيفاش نستعملوا هالتفكير الإبداعي هل النزعة الإبداعية في تفكيرنا اللي هي موجودة بصفة فطرية، كيفاش نستعملوها في الفترة هذه؟ وأنا نأكد لكم مرة أخرى أنه الفترة هذه هي أحسن فترة لمعناها ميلاد أفكار جديدة وروح جديدة. مش نبدأ من ما تعرفوا باش نجموا نكونوا مقنعين أكثر، نبدأ ديما برواحنا. ومش نحكي لكم قصة معناها صارت عليا اللي تعلمت منها برشا حوايج واللي كان فيها زادة للإبداع مكان. مش نرجع بكم التالي ل 2014 في مؤتمر القمة العالمية للتجديد في التربية اسمها وايز، والوايز وايز 2014 كانت سبيسيال. انا كنت دونك من الخبراء المدعوين في المؤتمر هذي في القمة العالمية هذي، وكنت مدعو باش نقدم ما يسمى هما باش يسميوه سبوت لايت، كيما تيديكس معناها، كيما بريزونطاسيون تيد على دونك تبدا وحدك ما عندكش دي سلايد قدامك، ما عند دونك ومش تحكي بالانجليزيه. دونك انا التحدي نتاعي ك
كان اني نحكي بالانجليزيه قدام 300 شخص موجودين معايا، و 300 شخص هذوما من كافه الدول في العالم وخبراء وغيره. باش نحكي لكم على القصه هذه لانه بالحق اولا تعلمت منها برشا حوايج، ثانيا باش تعرفوا انه راهو التحدي والمشكل هما اللي يخليوك تبدا. في الوقت هذايا احنا وقت نعملوا سبوت لايت قبل 6 شهور يقع التدريب نتاعنا لو كوتشينغ، دونك اختاروا لي ان كوتش دونك 6 شهور وهي تابع فيا عن بعد. نشكرها برشا ونتذكرها بخير اوريلي فوالا. دونك الما كوتشي دوران 6 mois. هذا ما يعنيش اللي انا ما نعرفش نقدم ولا ما، ولكن باش تبدا الامور واضحه ديما بور اوبتيميزي باش يتحصلوا على نتيجه هايله. دونك يخليوا لك شخص خارج على المنظومه يقوم بالتدريب نتاعك. دونك دربت تلت 6 شهور على سكريبت باش نقدم وشنو هي الفكره. ومن الصدف زاد وانه انا كنت التقديم نتاعي كنت على الابداع واهميه التجارب الحسيه متعدده الحواس في التعلم، خاصه نتاع الصغيرات ونتاع الاطفال. فالطريف في الامر هو انه كل شيء مريقل، 6 شهور معناها تعديو هايلين، السكريبت نتاعي واضح، لي سلايد كل شيء مقبول، سبوت لايت جاهز، انا جاهز. ونجي قبل بيان سور وقت نبدا على عين المكان ثم نسكون ابل لا ريبيتيسيون، مش نعاود البريزونطاسيون تاعي قدام الكوتش هذيا وقدام زوج ثلاث من الناس خبراء باش يشوفوا يا هل ترى نجم نقدموا الا لا في اخر عام. دونك قبل بثلاث ايام جيت نهار الاولاني بديت نتكلم، كما تعرفوا الانجليزيه نتقنها لكن ما نحذقهاش، مانيش في الويد فيها، مانيش في اليوم، معناها ما عنديش الخبره هذيك نتاع الانجليز. بديت نتكلم، المشكله نتاعي هو انه انا من عادتي انه جامبروفيز، دونك ما نجمش نقرا من ورقه، واذا كان ما نجمش نحفظ حاجه ونعاودها قدام العباد. يظل هذايا يذكركم اوسي، ممكن بعض منكم يتذكر روحه في الحكايه هذه. فجيت في وسط السبيتش وقفت، دونك كان ترو دو ميموار ما نجمتش نكمل. واذا كان بيان سور وقت يصير لك كان ترو دو ميموار في وسط قدام عباد تقف بالتراك ما تنجمش تقدم. النهار الثاني كيف كيف هاي قلنا اوكي بتاتر خاطر التراك نتاعنا الاولاني. النهار الثاني كيف كيف جيت نقدم البريزونطاسيون نتاعي زاد كيف كيف شفويا نلقى روحي بلوكي. دونك بالاتفاق مع الكوتش قلنا وانا وضحت لها قلت لها راهو انا من عادتي انه راهو جام خوفيس. فهي فهمت اوغوزمون بعد 6 شهور فهمتني اوغيلي انه راهو يلزمني لامبروفيزاسيون، يلزمني الاجتهاد ولا معناها الارتجال. فكان هذاك شدت قدامي قطعت سكريبت قطعته وبدينا فوالا قالت لي التقديم نتاعك الكل تلخصوا في ثلاثه افكار بالواحد بالواحد وتخدم عليه، ترتجل على ثلاثة افكار هذوك. فهذاك اش عملت، مشيت لوتيل معناها قضيت ليله كامله وانا نعاود دونك نرتجل في الافكار جوست معناها للتدريب على الانجليزيه. ف وجيت نهارتها وقدمت وكان النجاح الباهر الحمد لله. اذا شنو نستخلصوا منها الحكايه هذه؟ اولا اهميه الفشل. يعني انا جيت قبل ثلاثة ايام واصطدمت بالواقع، انا يستنى فيا عمل تقديم قدام 300 شخص وانا على اساس اني مدعو على اساس اني خبير في الميدان نتاعي باش نتكلم ونلقى هالصعوبه هذه. لكن سرعان ما نظرت لانه في الوهله هذيك تقول انا كيفاش استاذ وخبير وباش نتكلم قدام عباد ونفشل قدام. فاعاده صياغه الفشل عندها دور كبير، لاني بالنسبه لي التجربه هذيك اولا انا طايشت روحي في الماء، ثانيا قلت انه هذا تحدي ليا ومش نثبت ليا وللطلبه نتاعي وللناس اللي تغزر لي و300 واحد مش يتبعني وساشون اللي هذه مش تتسجل بالفيديو وتتنشر في العالم. فانا بالنسبه لي ما نجمش نوخر. فاعاده صياغه الفشل كتحدي باش تخلق حلول جديده هذه الدرس الاولاني. دونك اهميه صياغه الفشل كتحدي لانتاج الافكار الجديده. الحاجه الثانيه سرعه تغيير المسار،
معناها انت مازالت لك نهار ومش تطلع في المسرح وتتكلم قدام العباد، شو باش تعمل؟ لهنا يلزمك عندك سرعه تغيير المسار، يعني في الوهله هذيك باش تكون ايجابي جدا، ايجابي الى اقصى الحدود، وتكون مؤمن بانه تغيير المسار، تغيير الطريقه هو اللي مش يخليك توصل للحل، تبني حلول جديده. تسمعوا فيا يا جماعه كل باهم؟ اوكي. الحاجه الثالثه، الدرس الثالث في القصه هذه، اهميه معرفه الذات والذهاب في اتجاه المهارات نتاعك والميولات. فالحل زاد اللي لقيته هو اني رجعت لنفسي في الوهله هذيك، في الوقت هذاك رجعت لنفسي وقلت في اخر الامر صحيح انا عندي مهاره معينه، ولكن عندي مهاره اخرى واني نرتجل، ما نجمش نحفظ السكريبت، ما نجم كان نرتجل وكان هذيك. فاهميه انك تعرف نفسك وانك تمشي في اتجاه حاجتين، المهارات والكفاءات نتاعك، في اتجاه الميولات نتاعك، انت ايش تحب تعمل. فانا في الوهله هذيك كنت نحب نرتجل، ما نحبش نقرا من حاجه حافظها. اذا بالحق قصه كما هذه كان ينجم واحد يقول علاش انا نقول فيها، فعلا انا تقاسمتها معاكم لانه بالحق يعني فيها، يعني فيها ذاك الشعور اللي ينتابك وقت اللي انت تكون امام تحدي. واحنا اليوم امام تحدي كبير، لانه نجم نخسر الخدمه نتاعي، نجم ما نخلصش في الشهرين نتاعي نتاع الخدمه، برشا برشا، ما هو تحدي كبير فيه جمله من التحديات. فاعاده صياغه التحدي هذايا لصالحنا مهم برشا. نجيو توا نعرفوا شنو هو الابداع المنتج، هل المفهوم اللي انا نحب نقدمه لكم ونعتبره مفهوم جديد. شنو هو الابداع المنتج؟ لكن قبل ما نفسر لكم شنو هو الابداع المنتج، نفسروا شنو هو الابداع صفة عامة، أو التفكير الإبداعي، لا كرياتيفيتي لا بونسي كرياتيف. الإبداع قبل كل شيء هو قدرتنا الفطرية، هذه موجودة في كل شخص فينا، قدرتنا الفطرية على إنتاج أفكار جديدة، طريقة طريفة أو أفكار طريفة، أو إنتاج. أنا ديما نمشي ما نقولش ديما يلزمنا ننتجو أفكار جديدة، فالأفكار الجديدة هي في حد ذاتها أنا نعتبرها إنتاج لتركيبة جديدة، تركيبة جديدة للأشياء، للمواقف، وحتى للاحاسيس. التركيبه هذه بيان سور الشرط نتاعها هو انه تكون نافعه ليا انا وللناس الاخرين بشكل او باخر، فهي اوريجينال طريفه، ولكنها في نفس الوقت تكون نافعه. كي نقول انا تركيبه بشكل جديد، انا نتذكر ديما روبيكس كيوب، هذايا تحفون برشا. علاش يعجبني؟ انا بنتي على فكره ولات خبيره فيه، مانيش خبير فيه حتى لتو، اما حبيت نوريكم كيفاش إعادة صياغة الأمور تنجم توصلني للحل بطريقة أخرى. إش فيها الريبيكس؟ الريبيكس فيها فيها إعادة صياغة. فوالا. دونك وقت أنا نعاود التركيبة نوصل للحل. فوالا تصفيقة حارة عليا لأني كملتها بيان سور، بداها ولدي كملتها أنا، سي بيان. ف إعادة النظر في الأشياء، إعادة تشكيل الأشياء، هو من باب التفكير الإبداعي، وهذا موجود فينا الناس الكل، موجود فيكم الكل. نجيو توا الحاجة مهمة برشا زادة، ما لازمناش نبحروا في التعاريف، لأنه احنا نحبوا نكونوا نقدموا لكم حلول اليوم، كيفاش أنه هالإبداع المنتج ينجم يعاوننا. قبل ما نوصل للإبداع المنتج والمثمر، باش نحكيكم على مفهوم هام معناها مهم لينا الكل، هو الثقة الإبداعية. شكون حكى عليه؟ حكى عليه دافيد كالي. دافيد كالي هذايا هو من الناس اللي ابدعت حاجه اسمها ديزاين ثينكينج، التفكير التصميمي او التفكير الابتكاري اذا كان نحبه. ديزاين ثينكينج زاد ندعوكم انه تدخلوا تلوجوا عليه في لي فيديو باش تتعلموا اكثر حوايج عليه. اللي عجبني في المفهوم تاع الثقه الابداعيه هو انه عاده علاش احنا نخافوا من الابداع، او نخافوا مثلا تلقى اشخاص تخاف باش تبدا تشد ان تابلو وتبدا تعمل لا بروميير بانتور نتاعها، او تخاف تخلي يديها على بيانو، او تخاف تنطلق في حكايه جديده عليها، تخاف. ولا احنا قلنا برشا تخاف لانه ثم نقص في الثقه الابداعيه. الثقه الابداعيه شرط من الشروط. نحب نقول لكم كيفاش تنجم تلقاها الثقه الابداعيه. تذكر روحك انت صغير،
ارجع بالتاريخ نتاعك من اللي كنت صغير، تنجم حتى اذا كان ما توصلش تتذكر العميل لونين من حياتك، ارجع اسال الناس اللي معاك، بوك امك اخواتك، كيفاش كنت انت صغير؟ تو يقولوا لك انت كنت طياره برشا، وكنت بارك الله عليك في الافكار، وتجيب وتعمل وتكسر وتجري وتمشي بتاع. حتى ولو قالوا لك العكس راهو صحيح، وهذاك صحيح انك كنت بالحق انسان مبدع. هذا يدل على انه احنا ملي احنا صغار عندنا الابداع في بدننا، في تفكيرنا وفي مخنا، هي في التفكير نتاعنا به. فهذا يخليك تؤمن بانه يلزم ثقتك الابداعيه تكون كبيره. معناها وهذا مفهوم حكى عليه حتى واحد اخر اسمه البير باندورا، قال ثم الشعور بالنجاعه الذاتيه. هذا يجيك الشعور بالنجاعه الذاتيه بقى اذا كانك انت مثلا انسان خبير في الصيانه، مثلا في صيانه المعدات. النجاعه نتاعك ولا ثقتك في روحك هي انه انت قادر باش تصلح وقادر باش تحل مشاكل العباد. فالثقه الابداعيه هي انه تكون عندك ثقه كبيره في نفسك بانك تنجم تخرج بحلول جديده، بتكمبيسه جديده، بحل ابداعي جديد. الثقه الابداعيه مهمه برشا. وكيفاش نجم تنمي الثقه الابداعيه؟ يبقى يلزمك تبادر وتمشي الميادين اخرى، تكتسح ميادين اخرى، تكتشف ميادين اخرى جديد عليك، باش تنجم تكتسب بها الثقة هذية. شت بنسو بدارسو، وعلى الأول ما يعجبكش ومش مش يعجب العباد الآخرين، لكن بشوية بشوية، لأنه الإبداع شنو؟ الإبداع يجي حجرة حجرة، لبنة لبنة، ستيب باي ستيب، خطوة خطوة، ماهوش باش يتولد بين عشية وضحاها. فالثقة الإبداعية مهمة برشا. نجيك نتوا زادة القصة أخرى صارت لي عام 1995. كيف كيف القصص هي راهو ناخذوا منها دروس. القصه هذه وقت اللي كنت انا اتيديون، كنت طالب في فرنسا ماشي باش نقرا علم النفس. وين نمشي باش نعمل؟ اولا باش تعرفوا معناها، باش نقول لكم انه قبول التحدي والنظر الى الصعوبات كتحديات يخليك تبدا. وين نمشي انا؟ المفروض نمشي كمختص في علم النفس، نمشي المخبر في علم النفس. وين مشيت؟ مشيت مخبر في الذكاء الاصطناعي. علاش؟ خاطر الميدان هذا يستهويني ونحبه. يبقى سبع سنوات وانا نكتشف في حوايج جديده في مخبر مانيش متعود بيه، خلاني معناها تحولت معناها 180 درجه. لكن شنو هي القصه اللي حبيت نحكيها لكم؟ كيفاش انا طالب في علم النفس ومختص في علم النفس، ولكني وين نمشي؟ نمشي البواطه وقتها، في الوقت هذاك كان اسمها سمايلي، اسمها سمايلي. البوات هذية مختصة في صناعة، وقتها كان الملتيميديا والانترنت كان فيل، معناها في التسعينات، في بداية التسعينات، عام 93 94 95، وقت اللي واحد يعمل مثلا فيلم بالملتيميديا كانت حاجة كبيرة. وين نمشي انا؟ نمشي للدومين هذية. ملا نطمنكم ونقول لكم انه انا كنت ايتيديون طالب في علم النفس، انتجت اول فيلم صغير قصير المده نتاعو دقيقه واحده، معناها شريط فيه انيماسيون معناها ملتي ميديا، ويشارك فيها شاركت سمايلي في الفوار، المعرض نتاع الملتي ميديا. ونمشي انا في الاروقه، نمشي نلوج ونسال كيفاش صنعته، لانه انا كي صنعت الفيلم هذايا وتم قبوله وخلصوني عليه وقتها 1000 فرنك فرنسي في الوقت هذاك، 100000 بفلوسنا، معناها عملته بطرق ما تتخيلوهاش. نمشي نسال العباد اللي صنعت افلام خير مني انا، كيفاش عملته؟ كيفاش صنعته؟ اتسيتيرا. نلقاهم صنعوهم بطريقه تري كونفونسيونيل. فشنو نستخلصوا؟ استخلصوا حاجتين من القصه هذه. اولا الثقه في الامكانيات الابداعيه نتاعك. ما تقولش حاجه ما نعرفهاش، قول حاجه نعرفها وحاجه نجم نوصلها. فانا تنجم تقول، تنجم تسميه تسلطت على ميدان جديد، لكن تعلمت منه برشا حوايج، وتعلمت منه كيفاش نعمل انيماسيون ملتي ميديا، وعرفت عباد وعرفوني عباد، واكتسحت كنت نجم نعمل. وداير افادتني انا توا على فكره في التاريخ نتاعي توا، وكتشوفوا بعض الانتاجات. دونك الشيء هذا ينجم يفيدك، تنجم تخلق منه مشروع حياه. الحاجه الثانيه هي الذهاب الى ملاقات الاخرين في احتياجاتهم. راهو الثقه الابداعيه تزيد تكتسبها وقت اللي تمشي للناس الاخرين،
دافيد كيلي يسماها في الديزاين ثينكينغ سماها لومباتي، التعاطف مع الاخرين. الابداع ما ينجم يكون الا وقت اللي تصغي لاحتياجات الاخرين. علاش؟ على خاطر احتياجات الاخرين وقت تمشي في ملاقات من الناس الاخرين تنجم تكتشف شنو هي الاحتياجات نتاعهم، شنو محتاجين من شنو هي لابليكاسيون حاجتهم بها، شنو هي الحكايه اللي حاجتهم بها. وقتها يتم ثم متلم هناك ملاقات بين مهاراتك انت ميولاتك وبين احتياجات الاخرين. ولهنا تجي التركيبه نتاع الابداع المنتج او الابداع المثمر. ثلاث حوايج يكونوا الابداع المثمر، هما انك تعرف امكانياتك ومهاراتك وتعرف زيادة الامكانات نتاعك، معناها انت اليوم تتقن حاجه معينه مختص في الديزاين نتاع الويب لكنك عندك امكانيات، عندك بوتنسيال تنجم تمشي لحاجه ابعد. مثلا تنجم تكون مختص في الكونسيبسيون تاع التشات بوت، ولا تكون مختص في حكايه متصله بالفاشن بالموضه الى غير ذلك. دونك ثم امكانيات وثم دونك مهارات عندك تكتشفها، ولكن تعرف روحك وين تحب توصل كيفاش. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه المهارات نتاع الميولات نتاعك، انت شنو الحاجه اللي تلقى روحك فيها مرتاح، على خاطر هذيك هي الحاجه مش تجزك الفوق. انت راك مرتاح في الموسيقى، مرتاح في الفن التشكيلي، مرتاح في الرياضه، مرتاح في حاجه معينه، ف تنجم بالمهارات او الكفاءات او الامكانيات والميولات نتاعك وين تمشي. النقطه الثالثه هي انك ملاقات الاخرين، يعني الاصغاء لاحتياجات الناس الاخرين. الابداع المنتج هكاك يولي مهارات، ميولات، واحتياجات الاخرين. ثلاث حوايج. نجيو توا للنقطه الهامه جدا قبل ما ناخذ الاسئله نتاعكم، كيفاش نجم نعاود صياغه المشروع المهني نتاعي الوقت الحاضر. لازم تعرفوا اخواني اخواتي ان الفتره هذه فتره الكوفيد 19 هي الفتره نجم نقولوا اهم فتره جاتنا في حياتنا لاعاده صياغه المشروع المهني. اليوم اذا كاني انا باش نعطي بعض الافكار، لانه ثم حاجه زاد بدات نسيت ما قلتهاش، وانه التفكير الابداعي قائم زاد على مكونات قائمه اولا على المرونه الذهنيه وعلى الطلاقه الذهنيه وعلى الطرافه في التفكير به. لكن ثلاثه حوايج هذوما مش كيفين، لانه جينا مثلا واحده كيما تيريزا دونك معناها خبيره في الذكاء الابداعي وتقول دونك امابيل، هذه امابيل تقول انه لا موتيفاسيون هي اللي تخليك تبدع زاده. وهذيك علاش انا حكيت ياسر على الميولات، لانه الميولات اللي تحب انت تعملها هذيك مش تعاونك برشا باش تلقى ثنيه جديده نتاعك. نجيو مثلا شخص، واليوم الكوفيد 19 عطاتنا فرصه كبيره باش نتعاملوا عن بعد كيما اللايف نتاع اليوم. شنلقاو؟ نلقاو مختص في صيانة المعدات. شنو هي الخدمة الجديدة اللي نجم يعملها؟ صيانة المعدات عن بعد. باش يولي كوتش في صيانة المعدات عن بعد. إنسان مختص في الرياضة، شو ولا يعمل؟ ولا يعطي دروس رياضية عن بعد. وهذه تتطلب كفاءات أخرى راهو. تتطلب كفاءة في أنك كيفاش تنجم ترافق العباد من بعيد. كيفاش تنجم تنصحهم من بعيد. كما زاد تو معلمين واساتذه اكتشفوا في انفسهم حوايج جديده، كانوا قبل مسطره وسبوره وطباشير والا ستابيلو، ولا يستعمل في تيمز، ولا يستعمل في زوم، ولا يستعمل في منصات وين ياتي الدرس نتاعو. مش تلقاو لنا، مش تلقاو بطبيعه اجتهادات ونخطئ واصيب، مش مشكل. الحاجه الهيله انك تكتشف شيء جديد في نفسك. ثم راهو برشا مشاريع جديدة تنجم تكون موجودة الآن كيما اللي لايف نعملوا فيه. كيف ثم مجموعة من الناس اللي تكون اكتشفت في نفسها طريقة الكوتشينج ا ديستانس، طريقة المرافقة عن بعد أو التكوين أو التدريب عن بعد. برشا مجالات أخرى اليوم بما أن ولينا عن بعد، شو ولينا؟ ولينا يلزمنا نخمو في منصات للتعليم صغارنا عن بعد، ولينا زيدا نستحقوا برشا ناس تستعمل معناها تعاوننا في الديزاين نتاع لي سيت ويب. الحقوق، هاني تو نجيك باش نعطيك افكار زيدا في الحقوق. الناس مختصين في الديزاين نتاع الباب
الويب فله، اي فله، هاني جايك فله. دونك في الديزاين نتاع الويب كيف كيف يلزم ثم تفكير جديد في الديزاين نتاع الويب. كيفاش نجم انا الويب يولي فيه شويه ايموشن، فيه شويه انفعالات؟ كيفاش نجم الويب يكون ويب معناها انتويتيف اكثر، يتعامل اكثر مع الصغار مع الكبار؟ كيفاش نتصور بوتيتر ان ويب متوجه للناس الكبار من 60 الفوق؟ بالحق فما برشا افكار جديده. نجيو تو للحقوق بقى، الناس اهل الحقوق ينجموا زيد فولا، وهذا اجابه اللي كنتي يلزم اليوم تفكروا كيفاش ممارسه المهنه نتاعكم عن بعد. كيف كيف تنجم تقدم ان كونساي معناها عن بعد، معناها نصائح في الحقوق عن بعد، تنجم تكون تحت الدروس خاصة بالحقوق عن بعد، نجم تحل مشاكل العباد اللي هي ليغال كيف كيف عن بعد. معناها تنجم الناس اللي تخدم على المنصات تنجم تجيب أفكار جديدة في خلق منصات مثلا فيها حل مشكلات عملية متاع العباد. أي هاو جايين للأسئلة. إذا عنا مسافر بالتنظير والهراء، نجاح وخليط إمكانيات توفرها العائلة وقدرات تعلمية وشيء من الحظ. هي يعطيك صحة، هيد نعطيك شنو تفسير الحظ، يعطيك صح تري بيان به. الحظ هو اللي تخلقه أنت صديقي، مش اللي تخلقه لك العائلة ويخلقه لك المناخ العام. نذكرك بعض التجارب، برشا ناس بديت من لا شيء. نعطيك شوية أمثلة بالله على الأطفال الهنود اللي في الهند كيفاش يعيشوا. الأطفال في الهند، ومشي أعمل طلع على الأطفال في الهند شنية الإمكانيات متاعهم، لا عندهم أنترنت ولا عندهم معناها إمكانيات مادية ولا عندهم ديار كيفنا أحنا. معناها الأطفال هذوما صنعوا دي روبو، صنعوا آليات تعاون، منهم طفل صنع آلية باش يعاون بوه في الفلاحة، ابتكرها من الأشياء الموجودة حوله. لأنه التفكير الإبداعي ما يمشيش حاجة بعيدة، التفكير الإبداعي يمشي للأشياء الموجودة حولك أنت، الأشياء الموجودة في الوسط متاعك هي اللي تخليك، هي اللي تخليك تبدع. الحظ أنت تخلقه. الانستالاتور فوتوفولتايك، يعطيك الصحة، خبرتك في الفوتوفولتايك مهمة برشا. اليوم برشا ناس يحكيوا على كيفاش نجم نعاون العباد انه تقوم بالاستالاسيون تاعها عن بعد. هذه حاجه. الحاجه الاخرى، اليوم ولات ثم حلول ذكيه معناها باستعمال التكنولوجيا اللي هي متعلقه بالانجينيوري، معناها متعلقه بالميادين التقنيه كيما الاستالاسيون فوتوفولتايك. اليوم انت في الظرف نتاعنا اليوم تنجم تعاون العباد. احنا نتذكر ونعطيكم استوار نتاع ريوسيت بالله نحكيو عليها. ايكيا ما عادش تعرفوها ولا تسمعوا بها ولا، هو المغازة الكبيرة اللي تبيع لو كيت، معناها لو موبلون كيت. العباد هذوما كي جاو خلقوا الفكرة الإبداعية نتاعهم، كيفاش جات؟ كيف السيد كي عطى الفكرة من الأول الناس كل جاو ضده. علاش؟ على خاطر المفروض يلزمك تكون عندك المادة ويلزمك أنت اللي تقوم بالتركيب وتقوم كل شيء. هو جاء قال لا، أنا مش نبيع للعباد الموبل ولكن مش نخليهم هما يركبوا، دونك بعلهم عن سافوار فير. وذي زاد اللي نحبوا نقولوه. دونك لهنا أنت كانستالاتور فوتوفولتايك، واخذينا مثال، يبقى تنجم تبيع جزء من الصنعة نتاعك للعباد، صنعتك باش تقعد عندك، لكن أنت باش تبيع أن أوتخ سيرفيس، باش تبيع خدمة أخرى للعباد. علاش؟ لأنه أنت أصغيت للعباد، لأنه العباد اليوم ما مش محتاجين باش يجيبوك للدار وتعمل لهم فراميتا كبيرة وتعمل لهم انستالاسيون اتسيتيرا، هما محتاجين لحاجة أخرى اليوم، محتاجين أنك فوليز أسيستي، داكوغ؟ محتاجين أنك تعاونهم باش يحلوا المشكل نتاعهم. ريتو في اخر الامر الابداع المنتج شنو؟ مهاره موجوده عندك، ميول، ميل من الميولات موجوده عندك، ولكن احتياجات الاخرين لومباتي، سيتادير اليوم باش تعاود تصيغ المشروع المهني بتاعك اسمع الناس شنو يحبوا على شنو يلوجوا.
راهو كي تمشيو اليوم تشوفوا المشاريع، ثم ناس خلقت ابليكاسيون من الناس اللي تعمل صيانه المعدات، ويعمل صيانه عن بعد ويخلص. دونك خلق مهنه جديده، صيانه عن بعد. اليوم زاد نحكيو على التعليم، بلي زاد المعلمين، راهو اليوم المعلمين والأساتذة انتوما تنجموا تكتشفوا مهن جديدة عندكم، داكوغ؟ اليوم راهو حاشتنا بيكم، لأنه قاعدين ننجو في دي تشات بوت مثلا باش يعلموا العباد عن بعد. اليوم انتوما معلمين بالتكنولوجيا الحديثة، عندكم مجال كبير كيف كيف، وقت تجمع المهارات نتاعك في التعليم، وتجمع مهارات جديدة تنجم تكتسبها. اليوم عندك الوقت باش تدخل وتسمع تتفرج على ليموك وتتفرج على لي زابليكاسيون، تتفرج ناس كيفك انت معلمين كيفاش خلقوا حوايج جديده، بالحق يجيك الغرام. والميولات نتاعك زاده كيف كيف، ما تنساش الميل نتاعك انك تحب تعاون الاولاد، تحب تعاون الـ معناها الـ الـ الشباب في ابتكار حلول جديده. فانت اليوم زاده كمعلم كاستاذ تنجم تشارك في هذا، وتنجم تشارك معاك حتى التلامذه نتاعك. راهو تلامذتنا اليوم زادا بلي نحكي كلمه على تلامذتنا نتاعنا اللي زادا ينجم بعض المشاريع تتوجه ليه من هما، راهو عندهم شغف كبير بانه يبدعوا اليوم، وعندهم الوقت وعندهم الفضاء، هما يستناو في ناس كيفكم انتوما خبراء، ناس في دو لوتر كوتي يستناو فيكم باش تعطيهم افكار جديده. علاش انا نشوف برشا مهن اليوم، المهن التقنيه اللي هما لي تكنيسيان سوبيريور، اليوم فرصتكم باش توصلوا المهنه نتاعكم للصغار للشباب باش يتغرموا به، تعملوا دي لايف، تعملوا تتقاسموا، تعملوا منصه وين تنجموا تعطيوا الافكار نتاعكم تغرموا الشباب هذا. زاد كيف كيف تنجموا مهن كبيره اليوم تنجم تكون تستعمل هاللي نوفل تكنولوجي باش تنجم توصل الافكار نتاعها. ديما نرجع نقول الابداع المنتج هو هذا، الفكره نتاعو هو انه ينطلق من المهارات نتاعك، يمشي للامكانات وين تحب توصل، يضيف الهدايا الميولات نتاعك انت، وزاد والحاجه المهمه هي احتياجات الناس الاخرين. الارشيتكت زينب، انت جبت لي موضوع الارشيتكتور، ثم نذكر زاد اللي بتاتر انا ما قدمتش نفسي، سليم المصمودي، لاني مدير مركز مهن واشهاد الكفاءات في كليه العلوم الانسانيه، أستاذ علم النفس المعرفي في جامعة تونس. في العمل متاعي في إدارة المركز المهني هذايا، جاءوا طلبة على ذكر الهندسة اللي هي الارشيتكتور، جاءوا طلبة في يخدموا على التاريخ وعندهم بعض المهارات في الملتي ميديا. فالفكرة اللي انبثقت هو أنه كيفاش ينجموا يعملوا زيارة ثلاثية الأبعاد للمونيمون هيستوريك وللاماكن. والفكره جبتها لهم الاخرى وقلت لهم لازم تتعاملوا مع المهندسين باش تنجموا تخلقوا افكار جديده في انه كيفاش نجموا نضيفوا زياره ثلاثيه الابعاد زاده بالرياليتي فيرتويال للاماكن، كسوا مونيمون هيستوريك ولا الديار اللي تحب العباد تعملها. فبالنسبه للاركيتكتور للهندسه هذه زاده فرصه باش تكتشفوا ثم برشا ادوات موجوده باستعمال التقنيه الحديثه، برشا ادوات تنجم تدخلك في ميادين اخرى. ثم زاد حاجه اخرى مهمه باللي باش تنجموا تكونوا مستمعين للاحتياجات تاع الناس الاخرين. العباد اليوم تحب شكون يسمع الانفعالات نتاعها والاحاسيس نتاعها. نجيو مثلا للارشيتكتور، ناس تحب ثم برشا ناس تحب كي تمشي البلاصه تلقى فيها الشعور نتاعها، تلقى فيها الاحاسيس نتاعها والانفعالات نتاعها. فعلاش المهندسين اليوم ما يخموش في الجانب الانفعالي وقت اللي يجيو يبداو يهندسوا التروا دي نتاع العباد؟ فنجموا تضيفوا الجانب هذا في اعاده صياغه المشاريع نتاع الهندسه. نجيو اذا اكبر عوائق النجاح هو الدوله تمويل المشاريع به. نجي لسؤالك هذايا ونجمعو زادا ديكوراليست ولا انترناليست هذايا سأل أو سألت، ديما نقولو هالحكايات هذايا تنجم تكون نظرية، ماهيش نظرية بالكل، لأنه اليوم الناس كل قاعدة في الحجر الصحي والناس كل تنجم تبدع اليوم. الإمكانات نتاعنا
اليوم نعطيكم زادة تجربة أخرى كيفاش نجموا نخرجوا منها. اليوم حبينا احنا كأساتذة نقريو عن بعد، لقينا انفراستركتور معناها بنية تحتية هشة جدا، ولقينا نقص في الأدوات، ولقينا معناها المنصات ماهيش سنكرونيزي. فشنو اللي عملنا؟ مشينا نلوجوا على حلول أخرى. الحلول هذه احنا مسؤولين عليها، الحلول هذه احنا نستنبطوها. فمشينا دونك مثلا جمعنا في فضاء واحد بعض الادوات اللي نجموا نستعملوها باش نجموا نقريو الطلبه نتاعنا عن بعد. فاذا كان نحصروا العانة مع بعضنا في الموجود ما نجموش نقدموا. نجيو تاول السؤال نتاع عزه دلي، سو كون ابل لو ديزاين ايموشنيل، يعطيك الصحه هذا اللي كنا نحكيو عليه ساعه مع الاركيتكتور والايموشن، التصميم الانفعالي. بالحق. اذا في انتظار الاسئله الاخرى، كيف اذا المشاريع اعاده صياغه المشاريع المهنيه، بالحق هذه هي الفرصه نتاعنا في الخلق نتاعها. إعادة صياغة المشروع المهني، نعود نذكروا به في ظل المفهوم هذا الجديد اللي هو الإبداع المنتج. نعود نذكروا، قلنا أنه الإبداع المنتج أو المثمر يقوم على ثلاثة حوايج. الحاجة الأولى هو المهارات والإمكانيات متاعك، شنو موجود عندك، المهارات اللي تو تتقنها والامكانات، يعني الاشياء اللي تنجم توصل لها. الحاجه الثانيه الميولات، انت شنو تحب تعمل، وين البليزير نتاعك. ولهنا بلي نرجع لمفهوم الثقه الابداعيه، معناها انت يلزمك تجرب ميادين جديده، لازمكش تخاف من ميادين كيما مثلا البانتور ولا الموسيقى ولا السبور ولا ثم برشا ميادين اللي احنا نخافوا منها. يلزم تكون عندنا الثقه الابداعيه الكافيه. طيش روحك في البحر وتو تتعلم تعوم. دونك الحاجه الثالثه هي احتياجات الناس الاخرين، احنا نسميوها في الديزاين ثينكينغ لومباتي، تصغي للاخرين واحتياجات الاخرين. الناس اليوم بحاجتها بشنو؟ حاجتها بمرافقه في برشا ميادين، في ميدان الموضه، في ميدان الطبخ، في ميدان الرسم، في ميدان الموسيقى. ولهنا راهو وقت اللي انت معناها تيتلونس في مجال جديد، مش تلقى روحك. المجال الجديد هذا يطلب منك مهارات جديده، ولهنا مش تحين قائمه المهارات نتاعك. وهذاك هو لو ديفي هو لو تشالنج. معناها انت لهنا لانك مشيت المجال الجديد، مش تكون عندك قدره على انك تكتشف انه بالحق لازمك تطور مهاراتك الجديده. مجدي العيار يقول لا موتيفاسيون دو اتر ان لوفيي ديفولوسيون لوسكو intrinsèque, il y a que ça, bien sûr, et non pas extrinsèque. بالضبط. C'est-à-dire, لهنا نعطيكم زادة قصة باللي طريفة. اليوم باش نعطيكم خبر باهي برشا، لأنه اليوم ولدي عمل التابلو من التابلوات نتاعو في أربع سوايع. قعدت بيان سور شهر ونص باش أقنعته رجع للبانتور، لأنه منذ شهر ونص سايب في البانتور. علاش؟ لأنه كيما برشا شباب مشى للجيمينغ ومشى للانترنت ومشى للقرايه بالاورديناتور. يبان اليوم باش نحتفل بالتابلو اللي عملوا في اربع سوايع. تخيلوا عمل التابلو نتاعو في اربع ساعات، ما كانش قادر معناها باش يعمل الشيء هذايا قبل، اليوم نجم يعمل لانه شادينا صحيح، لانه رافقني، لانه نحيني للاورديناتور اتسيتيرا. دونك ديما المجالات اللي فيها التفكير الابداعي مهمه برشا، وانا اقترحت عليه باش يخدم مشروع يمزج فيه بين الجيمينغ والبانتور. Quels sont les outils pratiques qui peuvent nous aider à être créatifs et producteurs؟ Voilà، سؤال مهم برشا. احسن شيء باش تنمي التفكير الابداعي عندك، يعطيك الصحه، سؤال مهم باللي شكون سالوا هذا، احلام عون الله، يعطيك الصحه. احنا قلنا التفكير الابداعي قائم على ثلاث حوايج مهمه، بخلاف
ذيك دونك بخلاف الحافز الدافع الداخلي والثقة الإبداعية قائم على المرونة الذهنية وعلى الطلاقة الذهنية وعلى الطرف. لكن كي نقول مرونة وطرف مرونة ومعناها وطلاقة ذهنية فليكسيبيليتي وفلويديتي مش معناها كان كونيتيف، مش معناها كان أفكارنا حتى الأحاسيس متاعنا. وكيفاش نجمو ننميهم هذوما؟ نجمو ننميهم بأنشطة ما عملناهمش قبل، نجمو ننميهم بأعمال جديدة. اللي عمره ما عمل بانتور توا فرصته باش يعمل بانتور، باش يشد بانسو في يده ويبدا يرسم. اليوم اللي ما عملش موسيقى فرصته باش يبدا يعمل شويه موسيقى. تقول لي ما عنديش بيانو، نقول لك اليوم بالاورديناتور بالتابلات بالتليفون بتاعك تنجم تعمل موسيقى. نقولوا احنا بيان سور مش تولي فنان في نهارين، لكن لو فات انك تعمل موسيقى باش تعمل حوايج جديده تقوي لك من الفلكسيبيليتي. نرجعوا بالليل للروبيكس، سي ان بون اكزرسيس، سي ان تري بون اكزرسيس، نشاط مهم برشا يخليك تنمي كيف كيف المرونه نتاعك والطلاقه الذهنيه نتاعك. علاش مهم انك تنميهم؟ لانه وقت تجي تخمم كيفاش تنجم تعاود صياغه المشروع المهني نتاعك، مش تلقى روحك جاهز، مش تلقى روحك الافكار تجيك. كيف كيف قمت بابحاث كبيره زاده في مجال التفكير الابداعي، ظهرت فيها كما عدد من الباحثين انه التفكير الايجابي والانفعالات الايجابيه تعاونك برشا على انه تقوي في هالابداع المنتج نتاعك. معناها اذا كانك تحب تلقى افكار جديده يلزمك تحضر المناخ الانفعالي الباهي اللي فيه انفعالات ايجابيه. كما مثلا تحط قائمه في معناها الكلام الايجابي الكل تخليه قدامك، او تتذكر بعض الانفعالات الايجابيه. الانفعالات الايجابيه احنا اثبتنا انه تقوي الابداع الشكلي واللفظي. كيف كيف alors on peut commencer par le sketching. اي tout à fait. peinture et design، افكار خارقه للعاده. وثم دي لوجيسيال يا عزه يعطيك الصحه، ثم برشا دي لوجيسيال. اليوم بلي نحب نقولوا كلمه على النوفل تكنولوجي. اليوم نجموش نتعداو معناها المشاريع المهنيه الجديده بدون ما نتعداو على التكنولوجيا. ما نجموش نتعداو من غير ما نتعداو على التكنولوجيا. التكنولوجيا ولات حاجه تعيش معنا، وهذه فرصتنا باش نستغلوا التكنولوجيا هذه، لكن ماهيش كافيه. لانه التكنولوجيا اليوم عندها برشا اتجاهات، واتجاهات سليمه وغير سليمه. اليوم نقول لكم المفتاح هو في لي بيزوان دو لوتر. اليوم يلزمكم تسمعوا احتياجات الناس الاخرين. تلامذة شنو احتياجاتها؟ لي زادوليسون المراهقين شنو هي الاحتياجات نتاعها؟ الناس الكبار شنو هي الاحتياجات نتاعها؟ لي فام نساء في الدار شنو هي احتياجاتها؟ الفام دو ميناج المراه اللي تخدم او تحرك او شنو هي احتياجاتها؟ برشا 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 فئات اليوم عندهم احتياجات، واحنا قادرين باش نوفروا لهم الاحتياجات هذيا وقت اللي نخدموا المهارات نتاعنا والميولات نتاعنا والاحتياجات هذوما. ثم حاجه اسمها تجربه المستهلك او المستعمل بليتو، ليكسبيريونس اوتيليزاتور. اليوم يلزمك انت كصاحب مشروع او كانت كعندك مهنه معينه يلزمك تفكر في الناس المستعملين للخدمه نتاعك او للعمل نتاعك. تفكر يا ترى اليوم في ظرفنا كيما اليوم محتاجين شنو. فمثلا اللي عنده مغازة ويبيع، الفكره الهامه اليوم ما عادش ينجم يبيع بكيفيه معناها سهله، سورتو في الظروف نتاع اليوم. فباش يفكر في خدمه جديده باش يوصل المواد اللي يبيعها، مش يوصلها للديار. ينجم يوصلها شو، ينجم يستعمل صاحب مشروع اخر باش يوصل المواد هذه. فبالحق هذا يكون مشروع جديد. النجم بعد ما نخرجوا من الكوفيد 19 السيد هذا اللي عنده مغازة وكان يبيع في المحل نتاعو يولي يتنقل، يولي امبيلون، ينجم يوصل في المنطقة نتاعو في الكوميونيتي نتاعو، ينجم في المجتمع المحلي، ينجم يوصل المواد اللي يبيعها للناس اللي بحذاه. معناها شفتوا اليوم كيفاش الظرف هذا اللي نعيشوا فيه هو تحدي او مجموعة تحديات. وقت نعاودوا صياغة التحديات هذه صياغة إيجابية، صياغة فيها إنصات للآخر، وقتها نجمو نرجعو
ونجموا نخلقوا افكار جديده. وقت اللي احنا الاحتياجات نتاع الناس الاخرين نحطوها على ضوء المهارات نتاعنا وعلى ضوء الشيء اللي نجموا نعملوه، وقتها احنا موجودين في حاجه اسمها الابداع المنتج او الابداع المثمر. سي مجدي قال cela nécessite aussi nouvelles compétences. Bien sûr. L'école malheureusement ne forme pas là-dessus. يعطيك صح. اليوم احنا ما احناش محتاجين للنموذج القديم نتاع المدرسه. سي فيني. المدرسه اليوم اثبتت الفشل نتاعها. Heureusement. جاء اليوم الوقت باش تفطننا الناس الكل من وزير من مجتمع سي المدرسه هذه غير قادره بالشكل اللي صارت عليه انه تنتج الناس المبدعين. دونك شنو لازمنا نعملوا؟ لازمنا نفكروا في نموذج مدرسه جديد. لازم نمر من نموذج المدرسه القديم الى نموذج مدرسه جديد، وهذه فرصتنا. فالترانزيسيون نوميريك اللي قاعدين توا عايشين فيها، النقله الرقميه، برشا اساتذه برشا معلمين ولاو قريوا عن بعد، طرق مختلفه، هذا يخلينا نوصلوا نموذج جديد في المدرسه. حاجه مهمه اخرى، التلاميذ اليوم ولاو يقراوا مع بعضهم عن بعد، راهو هذا نموذج جديد في التعلم اليوم. اليوم ثم تجارب تعلم جديده قاعده تتخلق، وهذا اللي يلزمنا نمشيو فيه. نهار ناكد لكم انه نهار مش نرجعوا بطريقه جديده في التعلم، يستحيل باش نجمو نرجعوا نقراو كما العاده. الوليد اللي اليوم تلقاه قاعد يتعلم بالانترنت صعيب برشا باش يرجع يشد طاوله وكرسي لمده 6 او 8 ساعات باش يقرا بنفس الطريقه. مش يقول لك لا، نحب طريقه جديده. ولهنا راهو مهمتنا الكل، فنانين، مثقفين، معلمين، اساتذه، اصحاب معناها صنعه، الكل اليوم راهو قادرين على ان نقدموا للعباد تجارب تعلم جديده. Je pense que la créativité, celle-là, ne peut s'exercer que dans un framework positif. Tout à fait. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Le tafkir l'ibdaï, il y a un temps de défi. Il y a un temps de défi ou de défi. Le défi, c'est comment tu fais? Tu ne peux pas le faire de façon négative. C'est ce que je veux dire. Le défi, c'est plus fort que moi. Et je ne suis pas capable. Là, ما عندكش ثقة إبداعية في نفسك. وقت اللي أنت تخزر للتحدي هذا على أساس أنه فرصة لخلق تمشي جديد، بالحق وقتها تشد الثنية صحيحة. التحدي هذا هو معناها السبيل متاعك باش تثبت القدرات متاعك. كيف يعطيك مساحة إيمانة وعطاتنا حلول، سكامبر، كورت، مايند مابينج، بيان سور، برين ستورمينج، ثم برشا وسائل على الانترنت نجم تعاوننا برشا على تنميه التفكير الابداعي نتاعنا، كيما لو مايند مابينغ. كيف فوالا الاصغاء للاحتياجات، لي بيزوان، لي زاتونت، الاحتياجات الناس الاخرين. الوغ سؤال و بيزوان اتون دي ابرونور، كومون بريباري اي فورمي دي كونسيبتور كابابل دو جيري ساتيسفير سي بيزوان. والله مثال بسيط جدا، انا ندعو كافه العباد اللي تحب تطور من المشاريع المهنيه نتاعها بانها تعمل دي بتي كيستيونير، داكوغ، استبيانات قصيره. اذا كان ما عندناش فكره واضحه بقى نعملوا استبيانات كل واحد في المهنه نتاعو باش نجسوا نبض المستعملين او الحرفاء نتاعنا، باش نشوفوا، لانه المتعلم هو بيدو حريف، كيف باش نشوفوا العباد هذوما شنو هي انتظاراتهم، كيفاش يحبوا يتعلموا، شنو هي الطرق الجديده اللي يحبوا يتعلموا بها. كيف وقت اللي تعاود صياغه المشروع المهني نتاعك، وقت اللي تصغي الاحتياجات الاخرين، كيف عندك القدره بانك تمشي للناس الاخرين عن طريق الانترنت وتسالهم مباشره باش تسمعهم شنو يقولوا. فوالا، احنا اليوم قضينا 50 دقيقة مع بعضنا، ان شاء الله نكون افدتكم. نعاود نشير انه الكتاب الاخير نتاعي هوني تشوفوا فيه تيتر مقلوب، الذكاء والابداع والموهبة. الكتاب هذايا نبين فيه، والغلاف عملوا لو ماتر نجم هداوي. الكتاب هذايا الذكاء والابداع والموهبة نحكي فيه على كيفاش الثلاثة موجودين فينا، كيفاش نجموا ننميهم، كيفاش اليوم فرصتنا باش نخلقوا مشاريع عمل جديده وباش نخلقوا تعلم جديد. دونك نعاود نلخص، الابداع المنتج راهو موجود في كل شخص، ما علينا كان نغتنموا الفرصه هذه
باش نقوموا بالتنمية نتاعو. بالحق الكوفيد 19 هي فرصة من ذهب باش الإبداع المنتج هذايا يخلينا نعود صياغة المشاريع المهنية نتاعنا. نقول لكم يعطيكم الصحة وإن شاء الله نشوفوكم في مناسبات أخرى. كنت معكم سليم المصمودي أستاذ علم النفس المعرفي في جامعة تونس، مختص أيضا في الذكاء الانفعالي. إلى اللقاء.